من القاهرة ينضم إلينا مراسل الغد كريم الشيخ. كريم، يعني ما هي التصريحات التي ذكرت على غرار ما ذكرناها في متن الخبر والتي تؤكد الحيثيات والتوصيات التي خرجت بين مصر والبحرين تجاه ليبيا؟ ربما تكون المباحثات التي أجريت اليوم وانتهت قبل ساعات قليلة من الآن بين وزيري الخارجية المصري والبحريني، هذه المباحثات كانت لها عدة أبعاد، أبعاد داخلية تتعلق بالدولتين وأبعاد أخرى تتعلق بالشأن الليبي، وربما كانت القضية الليبية هي القضية الرئيسية في هذه المباحثات، وربما كان الدعم للحل السياسي هو المنوط به هذه المباحثات. البحرين كانت أكدت خلال الشهور الماضية عن ترحيبها بالمبادرة المصرية المتعلقة بالشأن الليبي، وأيضا يعني القضية السياسية هذه ربما مصر تعمل عليها وتحاول خلال الفترات الماضية أن تتوصل إليها، بالإضافة أيضا إلى أنه في هذا الأمر أيضا المباحثات بين الوزيرين المصري و البحريني كانت مصر تعمل أيضا في هذا الملف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أيضا كانت المباحثات تجرى في هذا الأمر، ومصر لديها عدد كبير جدا من النقاط المتعلقة بالقضية الفلسطينية. على الناحية الأخرى أيضا هناك عدد آخر من القضايا المشتركة بين مصر والبحرين، من بين هذه القضايا هي توحيد الرؤى والاستقرار على الموقف المصري البحريني في الاجتماع القادم لجامعة الدول العربية، بالإضافة أيضا إلى شكر مصر للبحرين فيما يتعلق ب يعني الدعم البحريني للمواطنين والجالية المصرية في البحرين خلال الفترات الماضية في ظل أزمة كورونا. شكرا لك كريم الشيخ، مراسل غد كنت معنا من القاهرة على كل هذه المعلومات.